على السادة المسافرين عن الخطوط الخاصة بالسماء اتباع التعليمات التالية حرصاً على استفادتكم الكاملة بالرحلة في كل مراحلها. لازم في بداية كل رحلة قائد الطيارة يوصف لنا الطريق بتاع الرحلة بتاعتنا. طب يعني ايه هي القصة اللي بتقوم عشانها الرحلة دي؟ هي قصة الخلاص. الشيطان كان غيران من آدم وحواء ان هم يكونوا اصدقاء لربنا. ربنا كان قال لهم وصية: كلوا من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة دي في الوسط، ما تاكلوش منها. فهو ركز على الشجرة بقى اللي ايه ربنا منعهم، وقال لهم لازم تاكلوا منها عشان تكونوا آلهة زي الله. سمعوا كلام مين؟ الشيطان. ربنا قال لهم لا، لازم تطلعوا بقى بره الفردوس. ربنا طبعا ما كانش هين عليه انه يسيبنا بالمنظر ده. جيت بنفسك، ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. وبعدين سلم نفسه للموت وخضع ليه عشان خاطر يخلصنا من الموت. لكن بعد 3 أيام حصل ايه بقى؟ قام من الأموات. طبعا دي كلها اسمها قصة الخلاص، بيشرحها أبونا علشان يعرفنا إيه السر اللي يخلينا بعد ما انطردنا من الفردوس هنرجع له تاني. هعرفت إيه بقى قصة الخلاص وعلاقتها بالقداس الإلهي؟ طبعاً يا سيدنا، ده الموضوع طلع ممتع جداً. بصراحة يا سيدنا، أنا ما كنتش فاهمة الموضوع بالطريقة دي. بص يا جماعة، بشو سرحان ازاي على الشباك بتاع الطيارة. يا جماعة، حد فيكم ركز مع اللي بره الطيارة؟ خير؟ في ايه يا بيشو؟ القائد فضل يحكي لنا كتير عن الرحلة اللي احنا رايحينها، لكن من ساعة ما مشينا مش شايفين غير الصحابة ابيض يمين وشمال. مش عارف احنا المفروض نشوف المدينة امتى. طب ما تيجوا نسأل سيدنا. سيدنا خير؟ عايزين تسأل عن ايه؟ هو احنا ليه يا سيدنا مش شايفين السماء اللي احنا رايحين لها؟ تعالوا كملكم رحلة السماء وانتوا هتفهموا كل حاجة. تفضلوا استريحوا. اتفضل يا سيدنا. بعد ما ابونا بيحكي لنا قصة الخلاص، يبقى بعد كده في جزء اسمه حلول الروح القدس. حلول الروح القدس؟ ايوه، حلول الروح القدس بيحل علينا وعلى القرابين الموضوعة، القربانة، الخبز والكاس اللي فيه الأبركة والماء. بيحول الخبز إلى جسد الرب والكاس إلى دم المسيح. أبونا بيسجد دم المسبح ويطلب للروح القدس يتوسل إليه إنه يحل. بيقول له: نسجد لك بمسرة صلاحك، ارسل علينا نعمة روحك القدوس علينا. نحط إيده فوق دماغه وعلى هذه القرابين الموضوعة، وبعدين يرشم على القربانة 3 رشومات بسرعة ويقول فيهم ايه: هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. ليه قلت بسرعة؟ عشان مفروض ان اول ما ابونا ينطق كلمة جسد يكون الروح القدس حول القربانة الى جسد. فهو ابونا ممكن يرشم القربانة لكن مش ممكن يرشم الجسد، فبيلحق يرشم 3 رشومات قبل ما القربانة تبقى جسد. ويكرر الحكاية دي على الكاس، يرشم عليه 3 رشومات بسرعة ويقولوا: هذه الكأس دما
كريما للعهد الجديد الذي له. أول ما ينطق كلمة دم يكون الروح القدس محول المزيج اللي جوه الكاس من الأبركة والمية، يحولهم إلى إيه؟ دم المسيح الحقيقي. وبعد كده يكون كل الشعب ساجد علشان يستقبل هذه النعمة. يعني بعد حلول الروح القدس بيتحول القربان وعصير العنب إلى جسد ودم الرب يسوع الحقيقي؟ بالظبط كده يا ماريا، يتحول الخبز إلى جسد حقيقي للمسيح، دي بمعجزة من الروح القدس، وبيتحول الأبركة إلى دم حقيقي للمسيح بمعجزة من الروح القدس. هو أنا بشوف أبونا والشمامسة وكل الشعب بيسجدوا في الحتة دي من الصلاة، بس مش فاهمة ليه؟ وبعدين أبونا بيقول صلاة إحنا مش بنسمعها. ما هو دي فعلا ساعة ما الشماس يقول للشعب اسجدوا لله بخوف ورعدة، فكلنا بنسجد عشان نستعد لاستقبال الروح القدس يحل فينا. أبونا بقى بيوشوش الروح القدس في ودانه، يقوله تعالى حل علينا واملانا بالنعمة. هو بقى في القداس، خلي بالكم الروح القدس مش بس بيحل على القربانة والكاس، بيحل علينا احنا كمان. احنا زمان واحنا صغيرين لما تعمدنا ودهنا بالميرون حل فينا الروح القدس، وبقينا احنا هيكل والروح القدس جوانا. لكن حلول الروح القدس فينا بيتكرر. ليه؟ لانه زي تيار الميه اللي جوه البحر جوه النهر، ميه ماشيه، فالروح القدس ماشي جوانا كده عمال يزيد ويقل ويملانا واحيانا يقل، وكل قداس بنتملي بزياده من نعمه الروح القدس. عشان كده لما نسجد ساعة حلول الروح القدس لازم نكون بنصلي في سرنا ونطلب نعمته ونقول له يا روح الله القدوس املاني، املاني بالنعمة، املاني بالنقاوة، املاني بالطهارة، املاني بالحكمة. والروح القدس غني، أول ما نطلب منه يغنينا بالغنى بتاعه. خدين بالكم من كده؟ مركزين معايا؟ بصوا يا جماعة، بصوا من الشباك. دي فين المدينة السمائية اللي احنا رايحينها؟ احنا فعلا كده دخلنا في المجال الجوي بتاع المدينة السمائية. السادة المسافرين على رحلة متوجهة للسماء، نود ان نعلمكم اننا الان داخل المجال الجوي للمدينة السماوية، واننا اقتربنا من الهبوط داخل المدينة. يس، شكرا.